قسم ايه؟ علم الادبي. علم الرياضه. علم الرياضه. كان عندكم امتحان يا عبده؟ انت مدرستي ايه؟ انا شايف بورسعيد وصلاح سالم. صلاح سالم. عملت ايه في الامتحان؟ الامتحان كان عامل ايه؟ الحمد لله الامتحان كان حلو وشغال، وكان في كام نقطه بس كده، بس الحمد لله راح الجامعة. بيقولوا كان في نقط جايه من بره المنهج بتاع تالت سنه. المدرسه اصلا امتحان من كتاب المدرسه. اللي يدور بس في كتاب المدرسه يجيب الاسئله كلها من كتاب المدرسه، تعالي كمان بالارقام يعني مساله او اثنين مختلفين. تمام. نفسك تخش كليه ايه بقى؟ هندسه. هندسه. حد يخش ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق.